والله لا بعدك رد ان الوحده كبيره يا رجل هيك ضيعتنا بك. يعطيك الدرجه. طبعا هو بيلازم يعني الاسئله السؤال يميزك على غيرك ولا على غير يعطيك الدرجه اللي هي الاكس بتاعتك. فاول واحد اللي هو اسمها بكلمه اخر الله لا تربك يا حجاج. يوم سبيشال ادي يوم سبيشال هذيك اللي نعرف الصوره نزل شنو منزله من عباره عن اي درجه كاركتر اللي كلمه تسريه بديون اراوند النوز تيجي يعني سمعت بيجي بعدين واصلي مش واضحة الصورة يا دكتورة. ايه اللي هو الاشلي؟ شو الاشلي؟ هاي بوبدمين اللي هم تشبه الشجرة من يسموها ليف. بقى تشبه الشجرة هاي يعني هاي الحطوة أبو الوحدة الاشلي. مش واضحك الصورة يا رجل. هاي الاشلي شفتوها بس شفتوها شكلها زي ورقة الشجرة. هي أول ما نكتشف ينفع البيبي يكون ذا أمه تجي أمه تبدأ خايفة وتقول لك من البرص هي ما تعرفش إنه هو شو طالع هو رتها البرص يتعرف. لكن هذا ما يوم بعده ديما جيكم ما عندهمش تريتمنت بعد اول ما نفستيشن يقول لك كلمه اسك ناخذوها ايه بعدين اس وبعدين كي الايه الام لا اشمير اشمير عباره عن هايبر بيجمنت باتشز بريزم والبيشن من البرد ولا صوم افتر برد جي ديما تكتر اتمنى بنود سلام كويسه على الاخ صار اول واحد نفستيشن تاعها اشمير اشمير اللي هي اشمير بار واحد كتبتها عفوا دكتوره كبر الصورة عفوا دكتورة يا دكتورة كبر الصورة بالله مش واضحة اطلع امشي اطلع صار اول وحدة تطلع من الاشبي اول برزنتيشن كبتورة ديرها واحدة بس يا رجل وانا من فوق عرض كامل يا رجل هذه هي الأدينوما سبيشال فالوحدة أدينوما سبيشال بعدين ثاني وحدة أدينوما سبيشال فالوحدة هاي الكم هذه هي الأدينوما سبيشال يعني جد بقول الأسفرة هي مستيكم باي أكني يحسبوها أكني هي ألبا حتى اليوم جنيش معنا الكوليج اللي يبدو كيف تبادين معنا في جزية تجي تحسبها هي أكني جيها هي صح هو شكرا زي الأكني بالزبط بعدين لكن هذا ما تقول هذا ما عندها من زمان ما فيش فيها لا كومودن ما فيها كومودن ولا بسيول ونيفر حتى اي تريتمنت ما تمشيش بها عباره عن انجوكيدروما انجوكيدروما في هي سبيشال زي الاكل مستيكن باي الاكل اسمها ادينوما سبيشال صار الاي اللي هو اشلي الاي ادينوما سبيشال اللي اشلي فوق بتجي في اللي هو ترانك عباره عن شنو اشلي عباره عن هايبو بيجمنتد اللي هي باتشز صحيح جي سنس بيرك ولا فيو مانتس ولا ايرس افتر اللي هو في التشندر بعد الادينوما سبيشن جي اللي هو كلمة سبابيوليس اراوند اللي هو الالم زايد نزلوا في بنايه بعد مستيكن باي اكلي هذه اللي هي صار اول واحدة الاشليف والادينوما سبيشن ادينوما سبيشن ادينوما لا مش نورمال سبيشن معناها شنو جاي هنا بيز سبيشن كلام جاي اراوند اللي هو الالم زايد ديما تي زون هذه فيها فالاسم جاي منها ادينوما سبيشن طيب نجو اللي بعدها هو الكيك اللي هي اللي بعد الاس قاعدين احنا الاس 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 هو شاكرين باتشز طيب شاكرين باتشز نمت بالعالم اللي هو اللي دار ده هو ديسكفر هنا دار ريبورتد شاكرين باتشز عبارة عن جي في الترنك عبارة عن هي ريزت اللي هي بليك لونها اللي هي عبارة عن زي الأصفر هي مش حتجيكم الحالة لكن بيسألكم شو الكوتينيس مانيفستيشن باش تعطيكم الدرجة الكبيرة وحين نبوها في رد إن شاء الله لأن نقول أنا ديما الدرماتولوجي هي النوام تاع المدسن اللي يبي يحصل يعني سكور كويس ويا كذا ولا ينجح عليه وعليه زي ما قلنا هم أربع كيسز لولا ممكن تجيك كارديولوجي بعد ممكن تجيك النورا بعدين تجيك ممكن ريسبيرتوري وبعدين هذه لكن كان انت الكارديولوجي مثلا عرفتوا هاي تشتغلكم لجنه التهاب مين اللي تشتغل هي النواه شارك محمد ان شاء الله ما يشارك واحد هذا مش حجيكم ممكن تجيبوا سكروس البكر ولا تاخذوها مش حاجه حاجه لكن هو قال الغلط سوشيال ميديا تستفيدوا مني بس فهي الاشلي والادينوما سبيشال وشا
شاكلين باتس والكونر انتوما كان في رسوم اسمها كونر رسوم احطوها من الكونر صارت انظر سيبرونا ايام ما هذه اجيوما سبيشال هاي هدية الاشلي هذه هي سن انظر ديما هذه يستخدموا فيها دون ورد يحسبوها ورد وين ديفرنشا دي جوسن تاع بلي انظر ورد بعدين يقولوها عرق جيكم بلي انظر ورد ديفرنشا دي جوسن تاع بلي انظر هي سيبرونا هي سب انظر في بيوما سموها كولا الفيومار سموها كولا الفيومار عالم ثاني الظهر وسموها باهي سموها بعدين في شمال كولا الفيومار باهي سميها عندي الثاني كوتينس مانيفستيشن الفا تيبر سكليروسيس او الوحده الاشلي هاي بوكتمنتي ثاني وحده اللي هي شمكو ادينوما سبيشا بعدين شاجرين عندك شاجرين بعدين الكولا الفيومار هذا اللي هو اصل هادو كوتينيس مانيفستيشن اوف تيبرسكلوسيس مش حنزيدو فيهم ولا نقطة ثانية منهم ثاني باهي جولي بعد عن الفانديماتوسيس المرض الفلسطينية شنية هدية او تصور تمر باهي هدية حتى هي بيسألك فيها الدكتور في الأورا اللي تفكر السنة اللي فاتت جت مراجعة زيكم انتوا هنايا وني ماشية مرة معكي تيجي في المركز قبلة قلت لك هي تيجي وتشدد بوسية دكتورة دكتورة قلت لي بارك الله في الدكتورة على المراجعة الكلمة اللي قلتيها لي هذا نتاع كمان جاي يسألني قال لي كوتينس مانيفستيشن تاع نيو فارماسيوتيكال قال لي خلاص ما عادش زيدي إذا كان أنت تعرف هذا ما عادش بيسألني مرة واحدة وحصلها ما شاء الله درجة نحكي لكم الحاجات هذوما تستفيدوا به هذا هو أنا المسج اللي نوصلها لكم كوتينس مانيفستيشن تاعها كان دايما بالكلمة كنا رسمة ما يخزنش ضروري ما نحكوا كلمات هناك يا اهي هي عبارة عن اوتوسومال اوتوسومال وهذه كلمة السنانة اللي حاطتها لكم بين قوسين اهي السي هي كافير يوس باتسور ذا هول معرف تو دايجنوسيس النيورو فايبروماتوسيس از كافير يوس باتسور الهول معرف تو دايجنوسيس اللي هو لامينراكتوسيس اللي هو اكتروبي وهذيك اللي هو زورو ديرما بيجماتوزا الفوتوفوبيا كل وحده ليها هيك صراحه هي الكافي اللي وصلتس هذوما يجوا كلهم يكونوا اكثر من خمسه في بعض الكتب يكونوا حتى سته وسبعه المهم اكثر من خمسه يكونوا والسايز بتاعهم يكون اكثر في الكبار من واحد ونص سنتيمتر ونص سنتيمتر يكونوا في اللي هم صغيرين المهم يكونوا هي عباره عن شنو عباره هنا هي هايبر صار هذيك فيها هايبر هذيك فيها هايبر الثانيه اللي في البروما كان اللي هي الـ A هي الـ Flicker انتم هنا كانوا بحالكم بشوية والـ A النيوروفايبروما صحيح وبعدين عندنا ليش نديول ليش نديول في الـ R ليش يا نديول زي في الـ R لما تتحشي صحيح ما تنسوهاش ما تنسوهاش كده صار لما يقولوا شنو هما شنو دراماتوسس اسوسييتد تو اي مانيفستيشن الاولى اللي هو زي ما قلنا عندها فوتوفوبيا الثانيه اللي عندها ركتوسس اللي هو عندها تروبيا والثالثه ليش هي مبيوتها في الاي بعد اللي هو نيوروفيبروماتوسس هذا هو اللي هي اللي هي الكنال مكتوب بالاول مع بعض شو الاصفر متفكرين على ناس دكتورة هذا الكافير وسمتس كان بيقرأ بالصورة بكلمة هاري والله يبقى كويس هذا الكافير وسمتس كان في الضبار هذا الحاج هذا السي فكر يا شابك لا توكي دكتورة عاش يقول هيك دكتورة تو العلم الحديث كله مع العقل الباطن يشتغل عليه هلقا ما تقولي ما تشنفر تفكر قال لا انت خلاص هتفتيع لانه هو لكن كانت تخدم العقل الباطن لما تبي هذا بصلي فجر لكن عارف انك ما نوصل والله ما تنادى لكن كل اللي عندي امتحان كنت قبل الفيات العقل الباطن يخدم مليارات انت لا تزيع لانه هو حيفكر وحيفكر لا لا تبيه ولا الحمد لله أنا سمعت من الدكتورة وردت لي صورة من الدكتورة قلت لي في كلمة يعني ما شاء الله العملة دي كلها هدوما وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أفكر وإن يا رب إن شاء الله تعلمات اللي أعطيتها لكم كلها تستحضروها اليوم الامتحان تسموها يا رب آمين يا رب الفاتحة لك ويطلع يا عهد المسيح كل مرة كيف أني ناقك هل كان هو يعني ذات شو ممكن في قدرة من عدم تخارج تقول في كان إنسان ممكن كان يقول من 100 سنة إن في بتجيل وحتى تشرح شو صار في العالم وقت في تفسير ولا بخرافة ونسيب لكن في قدرة خالق ليك ما تقوليش عاش كل بنيك ما يفكر شو حب كل شغله وسكي يا بنيتي كنت بنيت أنا ولادك أحلى زينة الفكرة توها لزينة الفكرة صار أول واحدة سي اللي هي شنية كافية اللي هو يكونوا أكثر من خمسة باهي بعدين جاء زينة الفكرة إيه باهي بعدين الإن النورو فيه برماتوسس طبعا من الاسم اللي فيها اللي هي عندها البوتن هو صاير لما أقول شنو صاير نعرفه في الترماتولوجي أقول
عليه الحزب صايد مش بتاع والله مش مرز بتاع هذا هو السرايسس هذا في السرايسس مين يكمل السرايسس هذا كلوسكي صايد هذا ولد نجاح نجاح في الفرنس ديسيز عليه لما تجي له ونحط ايدي عليه الكل هنا لك تمشي معاه الدين زي شكل البطاطا جديده تمشي كلها تمشي على اسمها كلوسكي صايد بعدين البطن هو صاير بتاع اللي هو النيوروفايبروماتوسس هذه نهاركم عندكم حتى في مجلس النيوروفايبروماتوسس سواء عنده في الفرموسيتوما عنده يبدا هلبة تمشي في العظام عنده تيفوس كليوسس ليه هذا هلبة بسيس خشيكم في كل مكان لانكم ما تنهارين منه هني هنا يا خليني فرع الكنال بس ما فيش للكنال هذه النيوروفايبروماتوسس فتحتوها اهو فوتن هول باي يورو فايبروماتوسس باي بعدين ليش يا مجهول ليش مجهول نلقوها جاية في الايرس صار من عام حمرة ثانية هتشوفوا السكليروسس نلقى فيها الايه اللي هي الاشكي يا دكتورة انت العقل الباطن خليه يخدم معاي كله باي شغل شكون باي بعدين الادينوما سيديشيا الحركة الثانية بتاع الطيارة بعدين اللي هو الاس الشاكرين باتشز بعدين في واحد من ثاني عكس الفلاش خلاص نخش في النيوروفايبروماتوسس السي كافي لويس بوتس بعدين الاسئله ليش بس اللي هو افريكي بسبحناها بعدين ايش كان فيه اللي هو اللي هو النيوروفايبروماتوسس وليش ليش اسمه دول هل هم هذا ما مرات اذا عندك اي كروموسيتوما عندكم انتم نلقى كيف سكولوسس عندها قادر هلبا قد نورمالتي وهسه في الكليبس نلقوا عندهم هلبا خلوها اللي هي المادسه اللي هم يعاودوهم مره ثانيه هذه شو اسمها؟ أكسيدا ريفلكس هذه شو اسمها؟ مسعود كافيلات سكوت هذه؟ يوروفايبروماتوسس خلاص هذا هو هذا تو الألبينوم هذا الألبينوم الألبينوم هذا كلكم تعرفوه هذا أوتوسومال ريسيسيف إكزامبل أوف نيورودرماتوسس هذه أوتوسومال ريسيسيف ترانسميشن هنقول اللاميلر اكسيوسس اللي بتاعت ما شاء الله خالص هذا اللحظة وبعدين نقوله اللي هو اللي هي سيروديرما بيجماتوزا وبعدين نقوله سنفاني سيروديرما لاسس باللوزا وبعدين ممكن نحطه حتى الالبانيزم الالبانيزم يعني ليش حطيتها هدايا حتى هو عنده جينو درماتوس اسوشيتد وذ المن بستيشن يكون عندهم ميستا عندهم ميتا بحي يكون عندهم ميستا سرنايا بحي يكون عندهم استاغمس هذا ديس اوردر باهي افكت السكين والهير والار يعني كله ما تكونش بيجمنت هنايا ولا السكين ميلكي وايت يكون وعندهم طبعا اللي هو بين الايزي يكون عندهم اريتيما وزيهم سكين كانسر وزيهم فوكو اجنت هلبا لان الميلانين هو اللي يدير بروتكشن السكين نحن باهي اهم حاجه عنده فوتوفوبيا مستعد صح ما فوتوفوبيا مستعد باهي صار عليه الاي مانيفستيشن تاع الميلانين الكتروبيا ولا الزوديما فوتوفوبيا وهنا عندها نستاغمس وعندها اللي هو واحد فوتوفوبيا وبعدين نلقى ليش نديول الموجوده بتاع النيوروفايبروماتوسس صحيح طبعا ما عندهاش نفس بس التريك مش كله مجينو يعطوهم طبعا اللي هو فوتو بروتكشن هنا يعطوهم ولا الاي كير يشوفوها لهم بتخش اللي فوق اللي قاصك هنا لما الجمله دي ما فيها دومان هي مش هنجاوب عليها دوما كلهم لكن هذه كومن كورنر كوشن اهو حتنزلكم المحاضره هذه زي ما هي باذن الله ان شاء الله عندنا الدكتوره على فرنسا حتنزلها لكم ان شاء الله تجيني يوم الخميس ونعطيها لك في السي دي تاخذها وتنزلها لكم لان مش حاجه نعطيه الفلاش لان خايفه من الفايروس ما شاء الله كلكم نعطي معكم فرنسا ان شاء الله مني حنزلها لكم باذن الله اترافقوا فيها وربي ان شاء الله شد مجالي علي وعليكم ان شاء الله شو جول الصورة اللي بعدها هنايا والصورة اللي بعدها هنايا فيها زي شفت هنايا أربع صور فيها هي حنخشوا للهير ديس اوردر وات از ذا هير اوف نورمالتي اللي يقول لي شنو الهير اوف نورمالتي فيري كومن نخش نسأل وات از ذا نورمال وات از ذا اوف نورمالتي اوكي يوزولي ذات مايت كم هابت شنو هو يصير يا اما الهير تزيد هلبة يا اما ما في ينقص الهير مثلا اللي يزيد فيه الهير هلبة شنو هو؟ الهير بتنزل هيدا بتنزل ولما الهير يصير فيها هنا ابلومارتي شو زي زي الالوفيشيا صحيح هنا زي الالوفيشيا انا بدي ديسكربشن الصوره هذه اول صوره هنا اللي فيها ديسكربشن اللي هنا يقول وفي في سنجل فاتش اوف الوفيشيا زي ايدي هذه بالضبط هاز نو هير هاز نو اريتيما هاز نو سكيت ضروري صحيح لو انا لقيت اكسكلاميشن مارك لكن مش سهل انه واحد يما يشوفها نقولها لكن ما قدرش نسكت انا باهي لانها مش سهله نقول
لكن قالك انا قالك ايه شي البدل بروسس نتاع الدوشه ديالك هذاك متكلم. لكن عاده هي اكسكلاميشن مره مش في كلهم هيك واحد. هذه هي الدوشه ديالك اللي بعد النيل نتاعها قلنا احنا اي دي سي افكت الهيد ممكن يكون افكت حتى النيل. هذه قلت لكم كومبلمنتري سايد مش حتاخذوها انتم. ونحن لما نشوف النيل نشوف النيل نلقوا فيها ماشي عندهم مانفستيشن على الدوشة ديالك لذا كور كور سبيتنج ونلقوا دودنا للجيل. هذه هي وهذه اللي عندها بروجريس فاليو يقولوا اي الوكيشا ديالك اسوسيتي اللي هي سبيتنج اوف ذا هيل كاين فيها بروجريس. هذه شو الاسئله بنسالها هنا ديما ركزوا هنا شو بيسالني ولا بيسالني هاو تو ريجستر بروجريس. اسئله بنسالها هنا تاني بوكس نسال هنا على اندوكراين قبل ما تشبيش للتيرويد جلاند. ضروري جدا ضروري الثيرويد جلاند ولو الا البيشنت يكون جن صغير وعنده لوبيشا دياتا وعنده هيستوري الثيرويد جلاند في العين لابد من ندير لها ثيرويد فانكشن تيست. لو قال لي يا دكتوره نبيك انفستيجيشن ديها شو ممكن ندير لها نقول لها كلينيك هي ديجنوسيس ما نديرش كوتش ما فيش ما فيش فيها بروكن هيرم ما فيش سكيل باهي نشوف لها هنايا وبعدين سكرين البيشن فور ايفنس اوف اوتوميون ديسيز باهي عند توب اوف اوتوميون ديسيز هي اسوسيتد مع اللي هي الوبيشا دياتا ثيرويد جلاند فيري امبورتنت. هل هو عنده في فاميلي ولا عنده هو بيرسون اللي هو بيرسون اللي عندنا في الفاميلي هيستوري اوف اللي هي هايبوثايروديزم فيري فيري امبورتنت لذا قمة في داون سندروم لان عنده اوتو انتي بودي اجينست مالتي اورجن صحيح لذا اساسيات مع الاوتوميون ديسيز كل اغلبيه صحيح فسكرين البيشن عند اصل البيشن طبعا هيستوري اوف اوتوميون ديسيز فيري فيري امبورتنت صحيح من الديسيز اللي هو تريجر فاكتور اليوم ستريس قطع بعد ستريس البيشنت يكون عندها 3 شهور و 6 شهور تسنج بيج بروبلم ولا يعني سايكيك تروما كبيره هل بهاي بعدين ممكن تطلع لها حتى هذه كلها بنسال عليها. فنسال على الهيستوري اوف اوتوميون سيزون ولا سبيشلي ثيرويد نسال على سايكيك تروما هذوما بس جاء الاكزامنيشن يشوف السكالب يشوف لانيل وهذه الاريا كلها دي الاكزامنيشن. ردوا بالكم مرات يكون حتى في رجله هو كان جاكم كبير طبعا في الراجل الدرجه وضع هيك البنجية هنايا البنت ايليا مش نركز فوكس على هما نقول عليه ونشد به بسام لان كان في افكت عن هيل ايليا مرة عندها الوبيشيا هنايا وتلقوها في ديتها ولا في ديتها تلقوا هنايا وتلقوا في البنت ايليا اول الهيل ايليا شد به اكزامينت باي يو صحيح النير المندبري تو بي اكزامينت في ديشن صار عندها تلقوا عندها الوبيشيا ايليا بعد هنايا نسال على الهيستوري اوف اوتوميون ديسيز فيش ثيرويد جلاند فيش شنو الثيرويد جلاند هاي بهذه كيف صار في شريعتها طبعا في شريعتها كلهم نفس اللي قلناهم مدريد زي اللي هي اسكيري تايب اللي هو نانو فلاماتري تايب بتاع تينيا كابيتس نفسهم نفسها نقول هنا على في شريعتها نقول الموت اترا بتاع اللي هو سكندري ستيج اوف سيفلس وبنقول بعدين اللي هو شو اسمه نانو فلاماتري تايب تينيا كابيتس وتركش على في شريعتها وتركو كرماني يجيبوا يقول يا دكتوره علاش هذا مش تركو كرماني تركو كرماني عبارة عن هير ديفرنت لينث من الجهاز هذه زي ايدي هيك نلقى ديفرنت لينث مقطع والبش عند اي متوسايكيك ترو هيك سايكولوجيكال ابسيت ولا نلقى فيه اللي هي سكاتش مارك هيك في كان مارك واقف قطع قطع بهي صار كومبنسد كومبنسد بولنج اوف ذا هير غصب عنها حاجه في السياره تلقى سايكاتيك كومبنسد بولنج اوف ذا هير نلقاها كده هيك هنايا الهير ديفرنت لينث طويل ومسجل طويل ومسجل مش كلها بلد زي ايدي هي كلها باهي ونلقوا عندها سيكولوجيكال ابسيت ونلقوا عندها مرات ستراتش مارك باهي ما نعرفش مش ستراتش من الوبيشيا ستراتش مارك جينا في السايدس هنا بس جي ديما في السايدس نتاع السكالب ديما في السايدس نتاع السكالب تجي هنا تجي هنا وتجي هنا ونلقاها في الناس اللي عندهم كاب الهيد كارت وستايلنج الهيد از بوني تيل تشدونا بقرون وتلقي تلقاها جايه هنا وفين هنا يعني حتى لقاها في الشارع عندهم راهو صغار كومب وياك هادو بعدين يبعثوا لها قصه وقصه عادي من الناس ضروري يبوها كيف ضروري منها قلت لها كلكم انتم ما عندكمش اكسسوارات ما عادش تجيبوا هدايا الضفرات وتجيبوها جبت هديه يعني برولين ما تمشي مع الهيل خشه في سكارب ما عادش يطلع مره واحده صحيح صار مره اذا كان اللي هي شو اسمها تراكشن الوبيشيا بالسايز اذا كانت تراكشن الوبيشيا ديفرنت انت الهيل طويل وقصير مش كلها زي هاي هنا هي هذه طب هنا شفتوا البنت ايه فيها ضروري يشوف كل الهير ايه شوفوا هنا هذا عنده توتاليس كلها مع بعض باهي عندها نقول عليها توتاليس كان رويس بس يونيفرزالس بتلم الهير وكل الناس هير خلاص كلنا مع بعض باهي صار التاليس بتاع الوبيشيا اللي هي باتشي اصبحناها فور هذه يا اما توتاليس يا يونيفرزالس رويس بس توتاليس هذا كلها يونيفرزالس باهي
وفي طبعا في سيستاي تنشوفوها هي هذه هذه هي المجمل طيب هذه بيرد بروفيسي اسمها اوف ليسيس بحيث هي المجمل طيب هذه كانت بيرد بروفيسي بحيث هذه كانت طبعا باتشي وهذه هي الكتاب تحتهم هذا مية هذا يوني بالفارس يعني لا الاي لاشيس ولا الاي بروز ولا كلها بحنا جرار خشوا في سكيرس سكيرس من الجسيز اللي هو اللي هو حتى هو سكشوال ترانسميتد يقول كمان ونزل اس تي دي سكشوال ترانسميتد هذا يقول سكيرس ما نشوفش نقولوا هذا لابد منها داعي والبوتيكولوسيس هذه حتى هو لازم نقولهم مش الجيل كروت تقول والهيباتاكس فيهم هذا ما لناش علاقه بيهم مش اي دي هذا ما لناش علاقه بيهم احنا نبص بيور سكيرس اللي بيور سكيرس اللي هو سكيرس هذايا اللي هو بوتيكولوسيس بروفز صحيح وين ثاني نشوف البوتيكولوسيس نشوف الاي لاشز الاي لاشز هذا الاي لاشز كان بي افكتيف سبحان الله يقول لك زي الهي حتى هو كان بي افكتيف مع انه هو بيوبس لكن جي في بيوبك هي لكن حتى الاي لاشز ولا زي الهي كان بي افكتيف هذا سكيبس سكيبس يبقى في كل شيء زي كوميونيكيبر ديزيز بعدين البرايمري تبع برو والبرو وين نلقاها البرو هذه هذا هذا زي ما واضح زي فينا هذا الاير يأتي مع اسكيب بس يحب اللي هو سات الكل سوفت ولاكس حتى هو عنده شهور يتدلع سات الكل سوفت ولاكس من سوفت ولاكس الويب سبيس احنا في الاجزلة على نبه في الامبلانكي لما تتياسة هما ويحب هول سلام البولي يجيك في ميل بيشنت وعندها هي الاسئلة حتكون هيكي يعني مش هيسوي في الديسيز كلها هو ماذا بيه لك تفتك شوية شوية ولا بتفتك شوية شيء عارفنا هو ماشيين فيها دافع يقول لك جاك في مين بيش مهندس كيبس شنو بوتنت اريا في البيتزامن يقول لك نبل باهي يقول لي مين بيش جاك عنده سكيبس شنو بوتنت اريا في البيتزامن يقول لي كان اريا يقول لي جاك انفانت وعنده سكيبس شنو بوتنت اريا يقول لك صوم باهي لكن الاريا هذا فكلهم لكن هي اكثر حاجة بتركز عليها هدية يعني جيت في ميلبيش ما عنده سكين بس امبورتنت ساكس في اكزامن هنايا اللي هي اراوند القلب ولا نيم بالاوف ذا بي اوف ذا بي في ميل صحيح اذا كان جات مثلا في امين بيشن وسسبكت ان عنده سكين شو امبورتنت بارت اوف ذا بودي شو بي اكزامن بيصاد بالاذن بارت صراحه لكن هذا امبورتنت اللي هي الكومن اللي هي جينيك الاريا جينيك الاريا صحيح اذا كان جمع الفانت وعنده سكين بس شو امبورتنت ساكس في اكزامن اللي هي الصور انا اوري لكم انا بشويه في صور حاطتكم هذه الانفلاسيس صحيح اول حاجه دي النص كثير يبعد انك في هاي كلها ما تحطلش هذه السات بتاع البرو وين نلقاها البرو نلقاها في الفنجر نلقاها طبعا هاي ديما في البالم في الصول ونلقوها اللي هي اراوند ذا ديسك ونلقاها في السايد اوف ذا فيت هذا الكوما سايد اللي هو دي قلت لك البرو وين نلقاها كان وين تدور على البرو مش ايديا شو كبير يعني اكزامبل هاي اهمال المكتوبات الفنجر ويبس وبعدين البالغ والصول وبعدين أرام بس وبعدين الصالح شوف دافيكس هذا الفومة البرون الجوام الموجودة فيه لكن في هنا ديجنوسيس سكيبس هنا معروفة أولا إيش إنت النايل تعرفش النايل لأن موست أوف ذا وور أوف ذا في ميل اللي هي كل الحاجات الليجن الموجود في سكين مسؤول عليها في ميل مارك بهي كلها في ميل لكن وراها دي ما نشتغل علينا في ميل لكن الغالب جدا فعلا في ميل سكيبس يعني حشمتنا وذات السكيبس كلها وذات هذه السكين هذي لا ريشي هيك طير العين عاد ضحية كلها في ميل ضحية طائرة بدون سكيبس يقول لك يا موسى ما نتشو في سكين ديو تو الزن باي هو ميل هو كيف في ميل ضحية أراوند ميل عن جي دي مع ريشي أدمارك أدمين ذا بيشنت إز بورن بعدين مور قال مور من درجة فاميلي عاد بوست بوست الخمسة ضروري بس هذا لأن هو حمالي كيبل ديزيز يلحق حتى على الصار على لحي بعدين حتى الحين ما تبصوا يقولوا مرضى شرب يخوف بعدين بعدين إيش في النايت أنا مستوى دور بدون في النايت وبعدين هنا نلقى فيها اللي هو البرو برو بعدين اللي هو البرو يجي بتاع برو ونلقى فيه سكراتش مارك هو عنده برايمري وسكندري طيب مدام ايش انت انت سكندري لاحظ روحك لما تحط تخلي سكاتش مارك تخلي اوروجن تجيب فيه سكيب كل هذا سكندري لكن البيض بتاعها اللي هو برو اللي هو البرو طيب بعدين اللي هو بالنسبه للبيض زي ما كنا نشوف على جنيه الاريا اراوند سكرات المدينه هنايا النبل في الميل طبعا شوفوها وبعدين في اللي هو
الربش مرموشي في الأدلت في الفيس لكن في الفن أني بارد أفضى بدي كان بي أفكتب بل أني بارد أفضى بدي كان بي أفكتب الكونفرمات اللي تس كيف ندي لك ماشي هذا الإيتشين أي حاجة ممكن ندي لي إيتشين السكراب ويكس هنا الكوتش قاعدين في الكوتش من بكريكا ما باش يرحمنا هالكوتش بعد ما اثناء الفنجر الفيكشن ما عادش يتحش من بيلحق حتى على سكيب بس يدي ادي له دايجنوستس وفعلا هو فرط نفسه ده دايجنوستس هاي الكيتش اللي لقوها بالكوتش هي تكون فمت لي بعد ما نلقى لان المايك شطوها يا اما الفيسز انتحى وليك صحوه ما يدل عليها حدا صار كيف انا ندي لها كونفرماتي كان يقول لي شنو التست اللي فيها كونفرماتي السكيبز مش هنقول لها الهيست السيناريو مش هنقول لها جاتي بارو ولقيت هو كو اديش شكرا بالتست يرا كو اديش نشوفها عند اللايك ميكروسكوب نلقى المايك بروحها تنادي تقول شكويني ولا نلقى ما يدل عليها الفيسز وضع اللي هو الاجل اللي تشطحينه هذا الاجل بحياة الساعة هذاك الفيسز شفتوه كيف في الثمان ساعة يبقى هذا هو الكونفرماتري تيست فور سكيبس كانتو كوفير ديجنوس سكيبس باي سكراب تيست يعني وات از ذا يوزز اوف سكراب تيست ديجنوس ناس كلها الفنجاي كلها ما شاء الله سواء كان سوبرفيشي ولا فاجلس الشخص هذا صح كان حاجه سكيبس واحده من اللي هي ديجنوس كثير اللي دي هذه انت سكيبدي صار اللي بتروح تحبوهم دينا تحبوهم يسال فيها ديما تقدر ما تقولش بعد ما كملت تقول لي ما دي لك دراج يوز انت حضر يا اما يسالك في الانتي سكامين يا اما يسالك في الانتي فانجر يا اما في سكيبدي سايدز يا اما في انتي بيدوكلوسيس هذه الفم لدد وتش مارك في الفم يعني اسك في يور اكزام ان شاء الله في الاور يا بنت الدياجنوستس بتاع السبيب سوا طبعا اللي هو الاتش ديرماتوسس هذوما قولي لي اكزامبل بتاع الاتش ديرماتوسس قول لها سبيبس قول لها الاكزيما راهي ونقول لها لايك امبلانس قول لها تشيك بارك هذوما اللي احنا ما تعدوش عليها لا عليكم ما تكتبوهاش ولا تعدوا عليها مش عليكم اصلا بفوا باهي هذا هو الاتش ديرماتوسس باهي قول لي بفوا هنايا في واحد منهم وقول لي باهي هذا علاش مش لايك امبلانس مثلا معروفه البي بي بتاع لايك امبلانس وصلهم قريب ل 12 وحده باهي بيبيات تعرفوهم البي بي بتاع لايك امبلانس تعرفوهم ولا؟ أربع بيبيات تعرفوهم ولا؟ أربع لا لا ولاحظوا هاتهم بعدين في السفاد متاع مالك بلاس صحيح باش نحاولوا شنو لكم ديكاش هنا يا تسيبك لا لا سكندري بكتيريا انفكشن وكل الميتشي درماتوس زرت بروحي الاكزي ما بدين هيك كلهم هذوما كل الميتشي درماتوس ديرولي صح سكندري بكتيريا انفكشن سيك صحيح كان بي ترانسميتد تو ادر ممبر اوف ذا فاميلي على طول دي صحيح بعدين عندنا السكباتك مديول السكباتك مديول هذه كلوب نصمم البيشن تقعد تعفق تقعد هونا في الاكزيلا ولا على الشفت نتاع البينس تقعد كان يقول لكم في الامسي كيو سكباتك مديول كونتيجيوس تاع مش كونتيجيوس عباره عن ريكشن صار وتريت نتاعها حتى سترول مش انتي سكيبس صار صحيح السكباتك مديول كلوب نصمم باش تبدا اي شيء واحد ولا جايبتهم لي امه صغيرون على الشفت نتاع عندها وتقول لي هذه لا مازال ما تعالجش مازال هو مسكين ولدي يحط ونقول لها عبر دليل الكريمه هذه ديك تقول لي من بعدين درت شويه انتروديشن باش هي تنحت مره واحده باهي فتريت بتاعها هي نوت كونتيجيوس وتريت نوت فايس كده اللي صاير تريت شنو بي اللي هو استيرويد باهي صار شنو يجي لي كونتيجيوس ترانسميت فيري ايزي تو اذر ممبر اوف ذا فاميلي سكندري بكتيريا انفكشن ممكن تدي لي بعدين ما دي اللي هو سكبات مديول هي ريزيستنس بتريت تبعت كارب سامبل بيشنت بعدين الاكروفوبيا كثير فوق البرازات عليكم كلهم عندهم الشرب ماشي جاي يقول لك ما تحش لي وتكسر لك راسك لا لا عمرنا نقول له حد يقول قالوا لي قالوا جنان سالت نقول زي شنو قالوا لطف يا ربي شنو الجرب احنا مين بيجينا لا مش الجرب هذا ما عندكش الجرب باش نخلص معها بعدين الناس تجي علي وهي تقول لي عندي وعندي وعندي ونعطوا كل ستاف وهي كيور لكن هذا شنو ينحيني هذا اعطيني نعرف كل شيء الا هو هذا واحد كل شيء كله يا سلام والله الا هو هذا باهي الاكروفوبيا مشكلة في الاكروفوبيا هذه مشكلة اكروفوبيا فيلم اوف بارازايت تاع افتر فيش ريسيفر اكتيف والتريتمنت ديما محلاها في الاور حاطين حاجة تقول يا سلام ماس تريتمنت يا والله اكبر محلاها فعلا هو ماس تريتمنت يشتت اول ذا فاميلي ممبر اللي يحكوا اللي ما يحكوش يوصلوا لهم كل اسمكم اول ذا فاميلي تريتمنت مع بعض عاد ما باش ماس تريتمنت للجميع هاي لازم نشاط النام يوم بغي نوم هاي سنة نتفرج عليه نصف بعد شنو تريد لجمعات بعد الماش ما حطوا باش من عادتو أول واحد اللي هو هنا فين تحنايا
لما يقول لك جيت ممكن كامل معسكر كامل باهي جاي عند سكيف متعالجه معسكر كامل جاي وزاد السجون وفادو ماي كيف عندك نووي ساعتها هو ضرب اللي مكتوب هو ايفرمكتين هو 6 ملي جرام باهي وديما سلوكي في الاوروب جاك معسكر كامل 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 هنايا كلهم عنده مسكين بس هذا عليه هذا على هذا اغلب الدنيا حكيت رجال نجي نحط بلاك زوج مع بعض نزهدوا معي باهي
ونحاول كان هي اوزل طبعا ما يبنون في البلاس مش معقوله اوزل من غيرها. شوفوا انا الصوص في البلاس حطوه في جوابكم هنايا وهنايا كان عندكم باهي يستعملوه طلعوه باهي وتبدو هنايا تشدوها هيك وديروها هيك وديروها هيك من هنايا ويور فيس لوكم تو ذا بيشن لان الهول مال زي مثلا اسمها بيريس مدرو على ثلاث بيريس ونعاودها مره ثانيه بيريس ديما بيريس سم تايمز كونفيرجن كان عندها سكندري بس انفكشن لكن هي بيريس 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 هذه كاردنال فيتشر هول مارك ليها ان بيريس مدرو انسريت تيجي باهي عباره تكون فريشس اللي هو المانجمنت تاعها وفيها كفر فايترس اللي هنا ما زال ما كملتش الاكزامينشن تاعها لازم على كلها مش هذه هذه رجاله هذه نفرض رجاله هديها هيك ودير ايدي هيك كل عليها لان عندها صفوتين سيديول لازم نشوفها صحيح اذا كان ما فيش فيهم صار توصيل نقول عليها قول في عباره عن سنجل ندرو اثرات ليجن فتره بايان في كراست هو بينلس صحيح شو اسمه سراوند باي فريشس حلوه هنايا صحيح اسوسيتد انفلامتري ديما شويه صداعاتها هنايا بعدين there is no evidence of subcutaneous nodule ولا associated with subcutaneous nodule يقول شي هم subcutaneous nodule هدوما indicate lymphatic fibril باهي indicate lymphatic fibril subcutaneous nodule indicate lymphatic fibril صار هنا يا خلاص يبقى هي ديما لما بيجيبها لي نيرس بيجيبها لي النديول وهي عباره عن جرانيوما الجرانيوما موجوده في الديرمس تبقى هي نديول رقم كام في البرين ريجن تاع الشمال نديول السكندري انسر وكاست فيها أنصر يكون في كراس يكون في الاكسبوز باركس وتكون ديما بيليس واسوسييتد ويد سبكوتينيوس نيديول اسوسييتد ويد سبكوتينيوس نيديول اور نوت ويد اور نوت ويد اور نوت في الاكسبوز باركس اسكيب هنايا لو انتوا ارتبالكم انتوا فاهمين ان لما قصوا لنزله الدرنا احنا ما نسالوش نسالوش كل مرات مريض راهو يقول لك الدياجنوسيس احنا ماناش دياجنوسيس يهمنا انت عشان تعرف كيف عرفت الدياجنوسيس وكيف الاورال مشيتها راه والله ما نحاسبه حتى المدة يقول لك انا عندي صدفيه ما نعدلوش عليها مره واحده لكن اذا كان عليا القش الشمالي وما سالتش مشكله هنايا اسكت ما تقول طلب الدكتوره احنا ما شفناش شفت كيس احنا ما سالناش لكن ديما انا لما نخش في اللجنه بتاع عينينا بتاع خايف على الطلبه نقول لهم لا اسكت القش اللي قاعد لك يا سيما تدخل ليش اسكت القش اللي قاعد لك يا باي فانا اكتسب بوست هيستوري اوف كونتاكت والله يا اما رزمت كان يا اما ليفن في الاندمتيريا هذه زيد سكور لان يعطي واحد ما بيقولش الكاتيريا باهي بس انا بدي تفهمني هذا كان بروبلم فخلاص يبدا هذه هي خلاص انا عرفتها هنايا بالبريمريج بتاع النيوم السكندري عباره عن انسر عباره عن كراست ركزت على سبكوتين السيديول شفتهم كيف والله ما فيهمش عرفتها ان هي بيلس اذا كان يقول لي فين فوق يقول لي ايز ايز اسابين يا كوما سيمبتوم باش يكون فيها عند الشمال يا فرلا مو كوما لان هي اليوز اللي تكون بيلس هذا بيكوز ما فيش عندها سكندري بكتيريا فيشي يا فيشي يا سلام حصلت في طالب طالب صاحبي ما قدرتش نحصل عليك خلاص نبدا اللي هي بيلس عاود انا والله حتى تجي ما حبش نسجل لي لاني نحاول باش نشرح لكم مثلا انا نبصر ونحكي معاكم هيك مرات حتى يسمعها حد يتهشم للامانه انتوا خليتكم تسجلوا واللي كمل بعدين بدا هي مسحه لان في تدريج وتروح بالدوا هيك فتحشم بالله يا ناس اسمعوا انتي هبس معاكم باش نوصل الصوره مع بعض ان شاء الله نحاول بقدر ما نقدر نوصلكم معلومه تبعد في راسكم يا ربي يا ميل فاهيو فاسمعوا بعدين انتوا امسحوا ان شاء الله لما تنسى امسحوا باذن الله ان شاء الله يا ربي خليك النجاح كل واحد فيكم ان شاء الله يا ميل بالعالم فهي طبعا عباره عن ديود زي ما قلنا وفيه انسر في كراس في سبكوتينس ديود بين اسمها لمسوها ما تشوفش نسالوا المريض ضروري نسالوا فهي هديه يبقى خلاص عرفت يعني جي هي الليجن بتاعها نسال سينس هاو لونج ديوريشن عندها هذا ضروري اذا رجع بدي نسال امريكي يقول لك قداش ليها عندك انت وهم تسكت هذا وحفظوه سؤالين لازم لان لو قال لي اسبوعين 10 ايام يقول لا مش معي باش يجيب الصوره هذه ليه مور دان 1 مانث باهي ديما الليجن يكون مور دان 1 مانث ضروري جدا فنسال سينس هاو لونج ديوريشن هاز ذيس بروبلم باهي وين هي ليف اور داز يعني فيستنج الاندوميكاريا هذا ديما لازم نحطوهم في عين الاعتبار ونسالوا عليه خلاص هذوما خلاص انا بزاف ليش شي بنلقى بيتس ولا مرات سم تايمز كان سكندر بكير انفكشن لكن مش قادر الفيتشر بتاعها بيت انا خلاص عرفت ايش من سكندر كان عرفت هي بيتس عرفت ليها اكثر من وان مانث هناك جاي في سبورت باكس بتاع سكيب توصيل عادي يكون في الماتش تيس اس عند اس تيس 6 اند اس مي باهي مين بناخذها لا
اخذها من الماء من المعجن، ما اخذهاش من البيت. الزبونه عباره لكره تشو وكاس، ما فيش حاجه نلقى فيه الا مسوجويد موجوده فيها. وما لو نستعمل ثاني السكن جسميه نستعملها في اللبروسي، احنا نستعملها في اللبروسي، احنا السكن جسميه احنا نديها بكمسه ستيك، لكن هنا في اللبروسي ندير بالاسفاس. صحيح انا يا ديما ناخذها ديما من لقيه اللوبروسي بتاعت اللي هو لابرومتس لوبروسي، من لقيه ناخذها هنا من الود ودينا ولا من الفورهيد. باهي نبدا سته سنين هذول استعملات عندنا في الدرماتولوجي في اللوبروسي وفي الدياجنوستيك هي نلقى البارازايت انتراسيلولا نلقى انسايد ميكروفاج، انتراسيلولا انسايد ميكروفاج. اما نلقى في حاجه ثانيه في الانتراسيلولوجي بتاع اللي هي البولوريا نلقاها اللي هي بتاع السكشوال ترانسميت ديزيز، نلقاها اللي هي قبل بوكاي، نلقاها جرام متر في انتراسيلولو في النيكروفيل حتى هي انتراسيلولو. صحيح اللي يجي لي بيشنت عندها اللي هي يوريترا ديشارج كريمي اسوسيتي بسوريا، نلقاها بالجرام ستين تطلع لي بوست تعطيها لنص دين استروكوستوز يا سيتروكسيل. خلاص هنا شنو هنايا شنو الكومبليكيشن ممكن تصير في الاسنان هنايا؟ بتمشي تجوز تقدر شنو تفرش الديجنوستس في الاسنان؟ اول حاجه سهله يعني خاشين نقول اول حاجه بنقول يا اما هذه جرانومس ديسيز، يا اما انفكشن، يا اما مريض بس هيك بس لا احط في راسي جرانولوما زي الاسنان جرانولوما ولا الاسنان عباره عن جرانولوما تي وان تي بي جرانولوما ولا سيركيدوسيس جرانولوما لا تجيبه. وبعدين شنو في انفكشن؟ كربنكل الفرنكل حتى هم طويبه بعيد. وبعدين شنو في ثاني؟ المريض بس اللي هي شنو سكويمس كارسينوما وبيزل سيل، ونبدا نخصص له هذه فيها هذه فيها هو هذا بفرش الدياجنوسيس. باهي تجي يقول لي علاش هذه مثلا مش كربنكل اكيوت هذا قاية وكل ممكن يطلع لي بدل من الشاش بس وكلها هدايا، لكن هذه لها اكثر من شهر وعندها بس الفيستر في كونتاكت مع وكيل ديها. فعلاش مش سكويمس كارسينوما تقول لها هذا طلع لي هذه البارازايت واضح انت سيريو في الميكروفاج، لكن هذيك كانوا حطيتينها فيروس اللي يطلع لي طبعا فيها اللي هي مالجرانت سيل واضحه. باهي يبدا انا كل حاجه نخصصها لها انت انا بروحها. باهي الكوتينوس اسمنياسس اللي عندنا اللي هي المارجا الميجر اللي هي وشويه كريتيكال وماينر وميجر، هذا اللي كنت تعرفوه ماينر وميجر. هذه كيف تبدا الاسنان كيف تبدا الكوتينوس تبدا تشوفوها اكثر من تمام يعني ركزوا فيها ما تجيش اسبوعين ولا 10 ايام وكلها هي الاسنان ما تجيش. باهي انا بعدين كيف اول ما تبدا عباره زي تبدا زي الكرنكل بالظبط تاخذ شويه 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 تبدا تصير نجو النجو ديبريشن على الاندرمان تجي تعطيني انصر الانصر ديما بعد ما تجيب فيها الكراس. طيب هذه ديما تجي وما ننسوش السب كوتينس ديون ديكيت الفاتسبل هذه الفيت نتاع الاسنان. طيب عندك اريا كريبيا هنا عندها بلوبيت هذوما هذا عندهم الجبال كلها رجال وحاجات كتير جدا وجبال كتير يجي لي فوق تمر غاز هذه تمر غاز المراه تمر غاز تمر عندهم صحيح. فهذا اللي عندهم كتير يقولوا لا تتوى حتى شوية على الجار تجي شهرين يقول لك حتى طيب هذا كله من اسنان ضر شفتوا هذا كله من اسنان كلهم عباره عن انتم ترونا لا الله محفظنا يا رب شوفوهم من المرج تحت كل شيء تنقلب شنو عندكم شنو تشوفوا لهم هنا ثاني لا ما تقول معي لازم تشوف سبوتين سجود هي سبوتين سجود هذا هو هسه لو كنت نتكلم وناخذها بناها
كومبليكيشن شنية، شنو الكومبليكيشن اللي تعرف شنو هذه؟ سكندري باكتيريا فيكشن وهذه اللي خلت هذه خلت هذه بيرفور. بعد الليمفاتكس بريس. رجعت عطشت وكبرت مليت خلاص. ديما الاسلام اللي يقول لي شنو الميثود اوف تريتمنت بتاعها. فهم ديما سيلف ليمتنج هي الاولى. اي سكين ديسيز عندها سبونتينيوس ريزوليوشن ولا سيلف ليمتنج لازم تلقاها هي الاولى. لان هي من ما علاش ما انا قصيت لك هي تبي تمشي باش من يمارس من اللي هو الاكل فوك سكار ولا كلوري باش نخليها ديسبيدو من سكار ما باش نخليها اجلي سكار ما فيش بعد بنادس من ترسلوش اللي قادر منظر في كوميونتي هذيا جي جبانا هي تبدا عليها هيك تطلعها اللي حتاخذ منها لحد ثاني فهذا علاش ايه لكن واحدة من الكل ايه بتاع تريت نتاعها سيلف ليمتنج ولا سيلف ريزوليوشن تمشي بروحها ودرجة التريت حتى هي لكن هي تريتد ولا ان تريتد بتخلي عترفك ستار ولا تخلي كلوري لكن يختلف لما يكون كبير ولما يكون صغير باهي هذيا صراحة ان تريتد بشمانيا كان بروبوس مرات سام تايمز غير ريح ومرات شنو يصير في بشمانيا تولي يسموها بشمانيا ريزيدي فانس هذه الدكتورة حميدة تحبها يبعد شوية برازيت على المرجل بعد هنا بنخطبنا بعد سنتين تطلع جديد تولي ندرس الفيزيو اسمع كرونستي هذا علاش نجيبها تريتمنت كويسه صارت تريتمنت احنا الام اوف تريتمنت باش نقصوا من اللي هي الاجل سكار باش نقصوا من الكرونستي بتاعها هي باهي والترانسميش للكوميونتي لكن شنو التريت بتاعها جروسين فليمتنج تاخذ بقى حتى من المرات لتسع شهور بسنه وتخلي اترفك سكار ولا هربت سكار ولا كلول عليه التندسي بتاع البيشن هذيا تاني حاجة ممكن بعد اللي هي لو كان كلام على اسمها شوية براساي شو بعد شوية على المرجع حاولوا اللي هي اسمها اسمها ريزيدي فانس يعني ريزدو تعرف تصبح على ريزدو بيتكلم رهيب التيك شنو يا بنت ستان شو التيك اللي بتفتح عليا البنت ستان لكن وصل عند ميديكيشن البنت ستان في البيت الشمالي مش كل حالات تحت الشمالي اذا كلام انت شفت حالة خيجة صغيرونة في كيبة هيك فيها نقطة مش على طول نعطي بنت ستان خلف مش هنقول انا بنت ستان نقول انا على بنت ستان بالميديكيشن اذا كان على سيدي اللي يجي في الكسر نعطي بنت ستان لان نخاف من اجل ستان بعد اذا كان جاي ليجنو معاه الفاتكس بريد صفقتين صدور على طول نعطي بنت ستان اذا كان جبت من خيبه في المدن فكل المدن تخرب هذه كلها ما فيش هي وين كان سبريد نعطي هي بنت ستان مالتيبل نعطي بنت ستان صنع انديكيشن بنت ستان اذا كان سنجل في الفيس اذا كان جاي اريا وين اللي هو على البورن ولا حاجه خاف انا بي لخبط لي اليد ندير هاي وافضل برومر اذا كان هو مالتيبل اذا كان عنده فاتكس بريد طيب so what's the indication of بنت ستان في الشمال indication of بنت ستان في الشمال اول حاجه اذا كان عندها سنجل ليجن ولا في الفيس ولا جاي في الايه اذا كان عندها اللي هو سنجل ليجن ومعاه الفاتكس بريد اذا كان باش عندها جاي البون بروبلم انت هنا طيب ولا اذا كان مطفي ولا كان ليك حاجه جا في الايه وعندها حاجه في الشمال جايه لوطه